في قلب وادي الأردن قام المعلم الفلسطيني المتقاعد أبو أكرم نجوم بتحويل خيمة تقليدية إلى فصل دراسي من نوع مختلف. كيف؟ قرر أبو أكرم إنشاء منطقة جذب سياحي بطابع بدوي لتعريف الزوار ومشاركتهم العادات البدوية التقليدية. كنت مدرس في سلك التربية والتعليم، درست 32 سنة وتقاعدت إلى 8 سنوات، فأنا بنيت هذا المشروع أو فكرت في هذا المشروع اللي هو بيت الخيمة البدوية، وأنا سميته نمط الحياة البدوية حتى أني أعرف الأجيال القادمة على هذا البيت اللي هو بيت الأجداد. الأجانب الذين يزورون أبو أكرم يتعرفون على أسلوب حياة البدو، كيف يعيشون، ماذا يحبون، فيتعرفون عن قرب على حياة هؤلاء. هو واقع على طريق وادي القلت، وهذا الواد فيه الكثير من الأديرة والأماكن السياحية الأثرية والينابيع، يعني هو يعني مكان سياحي من قبل، فأنا بنيت هذا البيت حتى أني أستقبل الناس. الزوار المرحب بهم في خيمة نجوم يتعرفون على الأدوات التي يستخدمها البدو في حياتهم اليومية، ويتذوقون نكهات الطبق التقليدي المعروف باسم الزرب الذي يتم طهيه ببطء ولساعات داخل حفرة ساخنة في الأرض. لا داعي للقلق بشأن الطعام، الطعام رائع، ولكن سبب مجيئي هو الشعور الذي أجده هنا. أريد أن يختبر الأمريكيون هذا الشعور لأنهم لا يعرفون. هو أمر غريب تماماً بالنسبة لي ولهم، وأريدهم أن يتعرفوا على طيبة هذا الرجل وعائلته. التعرف على ثقافة البدو وطعامهم ليس في وادي القلت ومع أبو أكرم نجوم فقط، بل هو متوفر للسياح في جميع أنحاء جنوب منطقة صحراء النقب في إسرائيل، لكنه نادر في الأراضي الفلسطينية.